الموالي ويتعلق بالأوضاع المادية والمعنوية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمستشفيات. لسيدات والسادة النواب محترمين عن فريق التجمع الوطني الأحرار، تفضل السيد النائب في بسط السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة المحترمة، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، لا أحد يمكن أن ينكر المجهودات الجبارة التي تقوم بها الأعداد الكبيرة من الطبيبات والأطباء الداخليين والمقيمين بالعديد من المستشفيات عبر مجموع تراب المملكة فيما يخص استقبال مختلف الحالات المرضية والاستعجالية وكيفية التعاطي والتعامل معها، ولا أحد كذلك ينتابه أي أدنى شك في مدى الدور البارز لهذه الفئة فيما يتعلق بضمان الديمومة بالمستشفيات 24 ساعة على 24، إلا أنه بالمقابل يشتكي العديد من هؤلاء الطبيبات والأطباء من تأخر المنح المخصصة لهم، خصوصاً أن معظمهم ينتمون إلى مدن وأقاليم بعيدة عن مكان الاشتغال، مما يضطرهم الحال إلى الاستنجاد بأهاليهم وأقربائهم لتلبية حاجياتهم اليومية. من هذا المنطلق نسألكم السيد الوزير المحترم، هل لدى وزارة الصحة من طريقة لمعالجة هذه الوضعية وتدابير وإجراءات من شأنها توفير الظروف المادية والمعنوية واللوجستيكية لهؤلاء الأطباء الداخليين والمقيمين حتى يزاولون مهامهم في ظروف ملائمة تحفظ كرامتهم ومستواهم الاجتماعي؟ شكرا. شكرا سيد نائب. مرة أخرى أطلب من السادة والسيدات النواب محترمون إكرامنا بنوع شوية الهدوء حتى نتمكن من الإنصات. جواب سيد الوزير، تفضل سيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمة. أولا لابد من الاعتراف، السيد النائب كما شرتوا ليه أنا متفق من الاعتراف بالدور الأساسي والمحوري التي يقوم به الأطباء الداخل والأطباء المقيمون في المراكز الاستشفائية، الدور الهام في جميع المصالح وخاصة منها المستعجلات، الديمومة 24 ساعة على 24، التكوين لا منها التكوين ديال الممرضين لا من التكوين ديال الطلبة ديال الكليات. المشكل والحالة الصعبة خاصة المادية التي يعيشها الأطباء الداخل والأطباء المقيمون، وخاصة كي قلت من الناحية المادية باش نشرح، كاين واحد المادة 14 من النظام الأساسي الخاص ديال الأطباء تقول أن هذا النوع ديال الأطباء الداخليون من توصلوا مقيمين والمقيمون من يتدوزوا المباراة تيتم الإدماج ديالهم المباشر في الوظيفة العمومية. هذا الشيء كان منذ زمان، جاء واحد القانون في 2012، القانون 0505/2012، اش تيقول؟ تيقول الولوج للوظيفة العمومية لا بد خص من مباراة. طلع لينا إشكال من ناحية، كاينه حاجة تتقول منين بقينا تنصرفوا ليهم، مشى الخزينة العامة رفضات، لأن كتقول لك أودي القانون الجديد 0505 خصهم له. يعني باش نتجاوزوا هذه الاشكاليه، الوزاره عملات بكل تواضع ليل نهار مع المقيمين كذلك باش وجدنا واحد المرسوم تعديل النظام الاساسي الخاص ببيت الاطباء اللي تنشر في الجريده الرسميه يوم 29 اكتوبر 2012، 29 اكتوبر، انسجاما مع الماده 22 من قانون نظام الوظيفه العموميه، باش اعتبرنا في هذا المرسوم مباراه الاقامه والمباراة الولوج للأطباء الداخلين ولا الأطباء المقيمين، هذه المباراة اعتبرناها بمثابة توظيف أطباء الداخلين والمقيمين. للمشكل تحل أنه هذه يومين ولا ثلاثة أيام بدأت الخزينة العامة تصفي هذا الشيء، أنا تنظن هذا المشكل هذا ما بقاش مطروح. شكرا. شكرا لكم سيد الوزير. تعقيب السيد النائب. أنا السيد الوزير على هذا الجواب، وأتمنى أن يكون هذا زعما شيء استعجالي، لأن استعجال الآن ولات هي ظاهرة اليوم، وأشكركم على هذا السرعة في التنفيذ. أما بالنسبة التعاقد الإجباري الذي يتم على أساسه إدماج الأطباء في الوظيفة العمومية، هناك خرق سافر للمقتضيات الدولية للشغل، فالتعاقد أساس 8 سنوات أصبح متجاوزا ويجب إعادة النظر فيه وخفض هذه المدة. وكذلك وأنتم تعلمون سيد الوزير
الأجواء والظروف التي يشتغل فيها الأطباء ومدى تعرضهم الممكن لانتقال العدوى والأمراض إليهم خلال مزاولتهم لمهامهم، وهم محرومون من التأمين على المرض، وهذه أولوية. كما ندعو الحكومة من خلال هذا السؤال ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء الداخليين بشكل يراعي عدد سنوات الدراسة، المسؤولية المهنية والخطر المهني، وعن طريقة احتساب قيمة التعويضات بنظام 12 على 12. وأخيرا، يبقى من غير المعقول سيد الوزير أن يتقاضى بعض الأطباء أجرا أن يتراوح بين 2800 سيد نائب. انتهى الوقت. رد على التعقيب، رد على التعقيب لسيد الوزير. انتهى الوقت. شكرا السيدة الرئيسة. لا، أنا متفقين هذاك الشيء اللي أشرتي ليه، العقدة ديال 8 سنوات التغطية الصحية. غير باش نقول لك واحد القضية، حنا هذه شهور وحنا مع هذه الفئة في يعني اجتماعات طويلة، آخرها كانت يوم الأربعاء اللي داز، جاو من جميع أنحاء المغرب، كنت أنا شخصيا جلست معهم ساعات وساعات في نقاش اللي حنا غاديين يعني تدريجيا باش نحلوا هذا المشكل اللي كان مستعجل، اللي شرتي له قلت لك تحل انه هذا باليقين، لان هذا المرسوم خرجوا بدا التغطيه الصحيه بدات، لان باش ما نتسناوش داك التغطيه الصحيه اللي غادي تسنى الجميع، بدينا التغطيه الصحيه من ناحيه فيما يخص الاطباء داخل تتخلص عليهم الوزاره، فيما يخص المقيمين تتخلص عليهم مراكز الشفاء، وبدينا فيها فعلا. غير بعدنا واحد المشكل في المركز الصحي الجامعي الرباط اللي حنا تنحلوا هذا المشكل. النقطه الثانيه هي تحسين الاوضاع الماديه كالتعويض على الحراسه والالزاميه والتعويض على الاخطاء المهنيه. هذا خرج المرسوم ديال 12 افريل 2012 خرجناه، وخا تعويضات هزيله انا تنقولها كوزير واني تنظن لها كبدايه. اخيرا كاين قانون المراكز الاستشفائيه الجامعيه. انتهى الوقت.